مساء الخير على أحبائي وأحباء برنامجنا الحكيم في بيتك. دي تاني حلقة في سلسلتنا عن المراهق الجميل اللي بيودع الطفولة وبيبدأ أول طريق الشباب، بيستكشف العالم وبيحط رجليه على أول طريق المسؤولية. وبعد ما ناقشنا علاقته بوالديه وإيه سبب الخلاف والنقار المستمر بينهم، واتفقنا على قواعد بسيطة للتواصل والاستماع والنظر للأمور من وجهة نظر الطرف الآخر، ونحط نفسنا مكانهم بأننا على الأقل نفتكر لما كنا قدهم. النهاردة هنناقش لما أخينا أو أختنا المراهقة هتطلع للحياة برا البيت، إزاي هيكون الموضوع؟ إزاي هيختار صحابه؟ إيه هي أولوياته في اختيارهم؟ طيب الأهل لازم يعرفوهم؟ وهل ممكن يعترضوا على بعضهم؟ هل الصحاب يكونوا من نفس العمارة، نفس الشارع، من النادي، من المدرسة، من نفس البيئة والمستوى الاجتماعي، ولا مش مهم؟ أسئلة كتير محتاجة إجابة. طبعا مفيش إجابة نموذجية، لكن في قواعد نفسية هامة لازم ناخد بالنا منها. الرسول الكريم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وزي ما بنقول الجار قبل الدار، فلازم نعرف مين اللي مصاحب ابني أو بنتي، لأن معظم العادات السيئة تقليد، وغالبا رغبة في اختصار زمن المراهقة والوصول لاكتمال الرجولة أو الأنوثة بسرعة. ثم نيجي للمدرسة، وما أدراكم بمدارسنا النهاردة، سواء مدارس أو سناتر زي ما بيسموها. الزملاء هنا على كل شكل ولون، وإذا ضمنت أصحابه في الحتة ولا النادي هعرف بيقابل مين في المدرسة ولا السنتر، بالإضافة لعلاقة الشباب دول بمدرسيهم، وهل هم قدوة طيبة ليهم، وأيضا تساؤلات كثيرة عايزة إجابات. ضيفنا العزيز اللي هيساعدنا في حل كل الألغاز دي ويدينا ما يشبه الوصفة اللي بعتقد إن أساسها الحب والحوار والتفاهم، وإن كبر ابنك خويه، مش كده ولا إيه؟ أشوفكم بعد الفاصل، انتظروني. أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها وفي كل الظروف والأحوال، باذلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكرم سرهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله، باذلا لرعاية الطبية للقريب والبعيد وللمصلح والمخطئ والصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الناس، وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني، وأكون أخا لكل زميل في المهنة الطبية، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي، نقيا مما يشينني أمام الله وأمام الناس. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول.